بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، وبذلك تكون هي العملية الأطول منذ سنوات الانتفاضة الثانية منذ عام 2002. عملية استمرت لثلاثة أيام وخلفت 12 فلسطينياً سقطوا بقصف إسرائيلي وبالرصاص، وعشرات الإصابات ومئات الاعتقالات. قصف بالمسيرات وصواريخ الإنرجا لأكثر من موقع داخل مخيم جنين، دمار كبير حل بالمخيم وترك آثاراً واضحة في أغلب المناطق والحارات التي شهدت أعنف الاشتباكات المسلحة والمواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية اتخذت عدداً من منازل الفلسطينيين كسكنات عسكرية ونقطة لتجمع الجنود خلال العملية. المواطنون عادوا إلى منازلهم وبدأوا بتفقد حجم الدمار الذي خلفته هذه العملية. المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن أكثر من 1400 جندي إسرائيلي شارك في هذه العملية الأطول منذ عام 2002، وسط اندلاع مواجهات عنيفة ليس فقط في المخيم وحاراته وأزقته، إنما في المدينة وفي عدد من القرى المحيطة. دمار كبير في ممتلكات الفلسطينيين ومحلهم التجارية داخل مخيم جنين. ردود فعل فلسطينية غاضبة على هذه العملية ومنددة بحيثياتها وما جرى خلال الأيام الثلاثة. منظمات دولية كمنظمة أطباء بلا حدود قالت إن المشافي تعرضت لإطلاق للقنابل الغازية، بينما أطلق الشبان الفلسطينيون الحجارة على الآليات العسكرية الإسرائيلية، وقالت إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مركبات الإسعاف التي منعت على مدار أيام هذه العملية من الوصول إلى داخل مخيم جنين، ليس فقط لنقل الإصابات إنما لتلبية نداءات استغاثة خرجت من السكان الفلسطينيين المدنيين الذين قالوا إنهم تعرضوا لنقص في المواد التموينية، خصوصاً حليب الأطفال والخبز. ثروة شكرا الحرة من مخيم جنين.